مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نقدم لكم أحد الأسماء العربية الفريدة والطيبة، وهو من الأسماء الدينية المضافة باسم من أسماء الله الحسنى. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم عبد الهادي. عبد الهادي اسم علم مذكر من أصل عربي بالإضافة. العبد وهو المخلوق المطيع لأوامر الله والخاضع له عز وجل، الملتزم بشرائعه والمؤدي لفرائضه. والهادي هو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو الله الذي يهدي القلوب إلى معرفته ويكرمها بنور توحيده ويهديها إلى محاسن الأخلاق وإلى طاعته، وهو الذي هدى المذنبين إلى التوبة وهدى سائر الخلق إلى مصالحها. قال تعالى: إن الله لا يهدي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، سورة الحج من الآية 54. وهادي في حق العبد هو الواعظ الديني والموجه إلى الخير، المرشد والدليل، متقدم الجماعة والذي يقودها. صفات حامل هذا الاسم: إنسان يفكر بعمق شديد مما يصعب على المحيطين به معرفة دواخله ومقاصده، متميز على من حوله بأفكاره وطريقة معيشته، لا يحب العنف ولا يرغب المواجهة ويحرص على الابتعاد عنها، لديه نخوة كبيرة وكرام نفس ولا يبخل بشيء لمن يحتاج له، يحتاج إلى من يوجهه ولكن بأسلوب محترم، فهو يتقبل الرأي الآخر بكل أريحية، غيور جدا وواضح في مشاعره لمن حوله. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم عبد الهادي؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.